حيث شهدت أسواق الأسماك في الشرقية كميات قليلة من الروبيان، وذلك بعد انطلاق موسم صيد الروبيان، كما شهدت أيضا الأسواق تذبذبا بالأسعار نتيجة لانخفاض نسبة الصيد عن العام الماضي، والتي بلغت نسبته ب 70% مع توقعات باستمرار الانخفاض. يذكر أن عدد التصاريح الخاصة بصيد الروبيان لهذا الموسم 2021 لفئة اللنش بلغت 272 قارب، بينما بلغ عدد التصاريح للقوارب فئة الطراد 1557 طرادة. وللمزيد من التفاصيل تنضم معي من القطيف مراسلة الإخبارية شادن الحايك. شادن مساء الخير، يعطيك العافية. وأنت في سوق السمك بالقطيف، هل هناك فعلا تذبذب في أسعار الروبيان؟ وما السبب في انخفاض نسبة صيد الروبيان إلى 70%؟ نسبة كبيرة جدا، ما السبب بذلك؟ نعم فيصل، مساء الخير. نحن في سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف، إقبال كبير على الشراء على الرغم من التداول عن ارتفاع أسعار الروبيان. تفاصيل ذلك حول تذبذب الأسعار والكميات المتوفرة حاليا في السوق يطلعنا عليها النوخذة عبد الله الغزال. مساء الخير، حدثنا عن هذا الموسم. اللي هو أسعار الروبيان، أسعار الروبيان بحكم اللي هو قلة العمالة وقلة تشغيل القوارب، فطبيعي أن تقل الكمية، تقل الكمية فيصير يعني قليلة في السوق فيرتفع السعر حقه. بس حسب الموسم الموجود الحالي الحين ففي يعني تفاوت في الأسعار، فيه الصندوق 400 وفيه الصندوق 800 وفيه الصندوق 1300، يعني هذه أمور طبيعية ومتناسبة يا السوق يا أسعار السوق. تحدثت عن حجم الصندوق، الصندوق يضم كم كيلو بالضبط وما الذي يحكم تفاوت السعر؟ اللي يحكم تفاوت السعر اللي هو بين المحرج والمشتري، والصندوق لا يقل عن 30 كيلو فيه الصندوق، يعني زي الحين مثلا صندوق هذا الحبة الكبيرة أو الصغيرة لا يقل عن 30 كيلو فيه. تفاوت الحجم في الروبيان هل يختلف ذلك السعر؟ شيء أكيد يختلف بين الروبيان الصغير وبين الروبيان المتوسط وبين الروبيان الكبير بالمسمى الجامبو، هذا يختلف. زي هذا اللي أقول لك فيه وصل 1300 ريال و 1400 ريال، هذا الجامبو، هذا من جهة الشمالية يجي الروبيان. نرى أيضا اختلاف في ألوان الروبيان، ما سبب ذلك وأيها الأجود يعتبر؟ هو كله جيد الروبيان، يعني عموما كله جيد، بس ما إلا في الأحمر اللي يعيش في الأطيان ومختلط مع الرمال، والروبيان الأسمر مختلط بالعشب الأرضي، هذا الحشايش هذه الصغيرة يختلط معها فالطينة تطلع سمرة. فإحنا بالنسبة لنا كصيادين إحنا نرغب إلى السمرة أحسن من الحمرة في الأكل. هل هناك إقبال على الرغم من أن وصل السعر 100 ريال للأربعة كيلو أو أربعة كيلو ونص؟ في على حسب له حجم له الروبيانة ونظافة الروبيانة. زي عندنا روبيانة إحنا موجود حاليا في السوق يباع 4 كيلو بمئة، يعني هذا الثلاج الصندوق حقه لا يقل عن 800 ريال. زين ده في 30 كيلو، نوزع 30 الكيلو على اللي هو يعني يطلع الكيلو 25 ريال يطلع، لأن 4 كيلو بمية. وبعضهم يقول لك لا أنا بعطيك نص كيلو زيادة من عندي، يحط نص كيلو زيادة يصير 4.5 كيلو بمية ريال.
شكرا لك النوخذة عبد الله الغزال. معك فيصل، ذكرت في البداية أن عدد القوى العاملة موسم الروبيان لهذا العام 2021 282 لنش، يعمل عليها 1189 عامل. أما للعام الماضي فكان حصيلة الروبيان للعام 2020 6430 طن، هذه حصيلة الموسم كاملة للعام الماضي. شكرا لك زميلتي شادن الحايك وأيضا لضيفك.